طب هنعمل ايه؟ قفل علينا الهويس ومنع عننا الميه اللي فيها لقمتني. طب هنقول ايه؟ انا ما عنديش غير حسبي الله ونعم الوكيل. في حد عنده حاجه تانية يقول ايه؟ لا والله يا اخويا ما كانش ينعز، بس ادينا قاعدين اما نشوف اخرتها. ما هو احنا لازم نعمل حاجه، مش لازم نسكت على الظلم ده. لا حول الله يا رب. طب وهنعمل ايه دلوقتي؟ انا محضر له دعوه تشله في مكانه. قولوا امين. امين يا رب. ايوه كده، عشان دي كلنا كلمه. طب واخرتها يا رجاله؟ سبحان الله يا سليب، بالكاركة جايه في بعدها. اما دي كل حاجه مدروسه ومتخططه. احنا في ظهرك يا زعيمنا لحد ما تخلصنا من الاتفاق اللي بيننا وبينك. أيوة. اتفاق ايه يا سليب؟ انا عارف. بعدين انا كل اللي حصل بينه وبينه انه قعد معايا وقال ان انت هتحرر البلد. قلت له خلاص احررها. وانا يعني احررها؟ يعني هتعمل ايه يعني؟ انا عارف. هو الراجل ده اصلا بلوش، ما بفهمش الراجل ده. مش كتر خيره ده، بدل بتقول له بوشاكرين. هو ده ايه؟ بوشاكرين. بوشاكرين؟ ايوه. وده قاله انت؟ بوشاكرين. العفو. خلاص ريحت لحميتك؟ ايوه. الناس قاعدة كده ليه؟ مش عارفة يا سليب. أما الناس بتسوق الجمعة ولا إيه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا رجالة. وعليكم السلام. وأنت فين يا راجل؟ منو؟ تعالى انجدني. اطمنوا يا رجالة، اطمنوا. زي ما الزعيم الليمبي حررنا من الاحتلال الخارجي، ان شاء الله هيخلصنا من الاحتلال الداخلي. يا صلاة النبي. حلاوه النبي، حلاوه النبي. انا منكم منكم منكم. هو دي البطل اللي بيجي في الوقت المناسب. ايوه. بعدين يا رجاله لازم نمشي ورا زعيمنا. تعالوا ندور شويه الكئيبه. انتوا عايزين ايه دلوقتي؟ احنا عندنا حلين ما لهمش تالت. قول. ان احنا ندعي عليه ونشله ويجي له كساح وحصبه، يا اما تتصرف مع العمده وجبروته ده قافل علينا الميه ومش عارفين نستحمى، وده انت وسطينا اهو وشامم ريحتنا. ايوه عنده حق يا سليب، ريحتهم بعفني. يا هل بن شوي لقد حينت اللحظه، والويقع بيقول ان احنا لازم نبدا ثورتنا قبل ما نموت من الريحه. ايوه صحيح. صح ولا ايه؟ مظبوط. تمام. على انه ممكن نموت من الريحه. ايوه طبعا. بني ادم يعجن. ايوه صحيح مظبوط. احنا اول حاجه في ثروتنا دي الواقع بيقول ان احنا لازم نستبزه. ايوه نستبزه. نستبزه نستبزه. نستبزه مظبوط. بقول لك يا زعيم، الناس دي ناس غلابه وعلى قد حالها وبتخاف من خيالها، عايزه اللي يبتدي واحنا كلنا وراه. ايوه مظبوط. تمام. انا ما بختلفش معاك في القضيه. اختلفش معاك في القضيه، بس احنا يعني لازم في الاول، انا بقول لك ان احنا نستبزه. هي بتبتدي بالاستبزاز، واخد بالك، وبتكمل بقى المسيره بعد كده. ايوه ايوه صحيح. ايوه ما امال فضلت حي ادي هنا يا سليبي. ايوه البلد محتاجالك. ايوه حاضر. خلص. اما انا هقول لك اجيب لي من البلد. اسمعني بقى. يلا يا سليبي. ما خلصت بقى تبقى ترد قوي. الله. يا هل درشواي العتيقة. ايوه. يا هل درشواي الكئيبة. ايوه. لقد حينت اللحظة اللي الويك بتاعها يقول ان احنا لازم نسطر التاريخ. ايوه صحيح. ليه بقى؟ ليه بقى؟ ليه؟ ليه؟ لان اللي مالوش قديم. ايوه. مالوش جديد. ايوه مظبوط. زي بالظبط كده اللي مالوش ماضي. ايوه. مالوش حيدر. ايوه. والواقع بيقول دلوقتي بيعدلها في بعض. ها؟ انه انا انتم وانتم انا. تمام. من الحمار فينا بقى مش مهم. ونبقى لنا ايه؟ لنا كده شمخه في الكلمه. خد بالك؟ والواقع بيقول انه لا للظلم. ايوه ايوه طبعا. ايوه. والواقع بيقول لا للحريه ولا للابجيه. ايوه دي اهم حاجه دي. ولا للفقير. ايوه. ولا للغني. ايوه. والله الغني. ايوه. يلا يا رجاله. يلا بينا يا رجاله. ولا لكم تعالوا من هنا. مش ده بيودع على هناك برضه؟